قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فتصوروا لو أن الإنسان ولد في السند أو في الهند أو في التبت أو في بلاد الكفر، نعم قد يصله الإسلام، لكن الذي ولد في بيئة إسلامية ووالداه مسلمين هذه نعمة. فمن الناس من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الأنهار، ومنهم شرف الله قدركم من يعبد الفئران. هذه نعمة الهداية، أن تكون في زمرة المؤمنين، أن يصلك آي الله، وأن يصلك أقوال النبي وأحاديثه صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة تستوجب منا نعمة كثيرة وشكرا كبيرا يليق بها. ولهذا قال ابن تيمية شيخ الإسلام: إن العبد يستلزم أو يستوجب منه شكر النعم، أي أن العبد بين نعمة تستوجب شكرها أي شكر لله عز وجل، وبين ذنب يستلزم الاستغفار. إما الإنسان يكون في نعمة، وهذه نعمة الإسلام تستوجب الشكر، والشكر لا يكون باللسان فقط أو الحمد يكون باللسان فقط، وإنما يكون حتى بالفعل. اعملوا آل داود شكرا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر نعمتي أنك من المسلمين، وأنك مع الزمرة الطيبة، مع الجماعة الصالحة. ماذا يجمعون الآن؟ هل أتينا باش نتخلصوا شي واحد يعطينا شي ريال، شي واحد هنا في الباب يخلصنا؟ لا، جئنا لكي نعبد الله عز وجل، ولكي نتصافح ونتسامح، ويسأل بعضنا عن بعض، ونتحب في الله، ونفترق إلا على الله. لا، ما كيجمعنا شي حاجة من غير هذه نعمة تستوجب الشكر. أول نعمة قالوا نعمة الهداية، بعدها قالوا نعمة الأمن والاستقرار، بمعنى أن الإنسان لا يمكنه أن يعبد الله وهو ليس في مأمن، وليس في أمان، وليس في طمأنينة، وليس في سكينة. وتصوروا لو أننا كنا مضطهدين، ولا يسمح لنا بالصلاة، ولا يسمح لنا بإقامتها، ولا حتى اقتناء أو كراء مثل هذه المساجد. فأكبر نعمة قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا يستلزم كذلك الشكر، أن تكون في مأمن وفي استقرار، وأن تعبد الله وأنت مرتاح، لست مضطهدا، لست تخفي إيمانك، تظهره، تعظم شعائر الله. هذه نعمة قد يعرف الإنسان قيمتها إلا عندما يحرم منها. ومن أعظم النعم كذلك نعمة الزوجة الصالحة ونعمة الولد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوجتك إما جنتك أو نارك. أن يرزقك الله امرأة صالحة تعينك على طاعة الله ولا تنتظر منك مقابلا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة قالوا بعض، قال بعض المفسرين: أي أن الرجل يقتات في الأرض ويناضل ويجاهد في عمله لكي يأتي بالرزق لأبنائه، لإطعامهم وكسوتهم، والزوجة تقوم بأعباء التربية وأعباء البيت
ولا تنتظر من الرجل مقابلا. هذه هي الرحمة الحقيقية. الرحمة الحقيقية أن المرأة تقوم بهذه الأشياء كلها ولا تنتظر من الزوج المقابل، وهو كذلك لا ينتظر شيء من أولاده، وإنما تكون تلك اللحمة التي تجمع بينهم. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك بيتا عامرا بذكر الله، بزوج صالح، بأبناء صالحين. ويبقوش الإنسان راه وليداتي راه الله يحفظه صافي، نعم الله يحفظ، ولكن المرء على من شب على شيء شاب عليه. قد يخرج الله تعالى من أصلابك ومن أصلاب تلك الذرية ذرية طيبة، كما قال الله تعالى ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. راه ما ينحصرش الصلاح غير في ولادك، قد يمتد إلى ما إلى أن تقوم الساعة. كن أنت فقط صالحا، لا تخف على أبنائك، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألدناهم من شيء. وليخشى الذين لو تركوا من بعدهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، شنو خصهم يديروا؟ فليتقوا الله، فليتقوا الله، كن أنت صالح. فقلنا نعمة الهداية ونعمة الأمن ونعمة الذرية والولد الصالح. نأتي إلى الأسباب المعينة على هذا الشعور. شنو هي الأسباب اللي تخلي الإنسان دائما لسانه وأفعاله تنم على شكر الله عز وجل؟ حل رمضان، قال يقول العلماء من علامات قبول الله عز وجل لصيامك وقيامك وما بعد رمضان هو أن تبقى على نفس الوتيرة التي كنت فيها في رمضان، أن تبقى على صلواتك وعلى نوافلك وعلى إتيانك الصلاة مع الجماعة وحضورك الجماعة وصلاة الجمعة والإنفاق مع المسلمين والاجتماع معهم في غير رمضان. هذا دليل على قبول طاعة الله عز وجل لك في هذا الشهر. أما إذا انقطع هذا الخير مع خروج العيد، أن يستجاب له وأن يتقبل منه، لأن الله تعالى في رمضان وفي غير رمضان. فهناك من الأسباب ما تجعل هذا الشكر دائم إلى يوم القيامة، إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أوله التأمل والتدبر في هذه النعم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أفلا تشكرون؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون؟ قل أفرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بالضياء؟ أفلا تسمعون؟ قل أفرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار تسكن فيه، الليل تسكن فيه والنهار مبصرا. تصوروا لو أن الله تعالى جعل لنا الليل سرمد إلى يوم القيامة، ما يجيش نهار. من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قالوا هذا تأمل، هذا تدبر. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ شكون اللي كيرزقنا؟ الله سبحانه وتعالى. من يحفظنا؟ الله سبحانه وتعالى. قالوا فتأمل العبد في هذه النعم من الأسباب المعينة على شكره. المسألة الثانية، قالوا أن ينظر الإنسان إلى من هو أسفل منه. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم
لأن الإنسان إذا نظر من هو أقل منه في المال وفي الولد وفي الصحة وفي العلم وفي كذا عرف قدره وشكر الله على ما عنده وطلب الزيادة. لكن الإنسان إذا نظر إلى ما فوقه استصغر ما عنده واستصغر على الله عز وجل ما آتاه من نعمه، ويستصغر وهناك يدخل وساوس الشيطان ويذهب ما يذهب. قال فأجدر، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. ازدراء الاستصغار، أي أن الإنسان ينظر إلى من أسفل منه. ولهذا احنا كنكون في البلاد في بعض الأحيان عندما يتيه الإنسان ويبتعد شوية عن الله سبحانه وتعالى وأراد أن يعرف قيمته يمشيه للسبيطار، يمشيه للمستشفى ويرى الناس اللي قل منه، كاين الناس اللي شادين الفراش، كاين اللي شرف الله قدركم وعافاكم مريض السرطان، كاين اللي عنده كلوة وحدة، كاين اللي مسكين يجي من المناطق ولا يجد من يؤكله ومن يشربه ويشربه. فالإنسان يتعظ ويذكر آلاء الله ويشكر نعمه ويقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به. ألا يستلزم هذا؟ هل هذه المسألة، هذا التأمل وهذا النظر إلى أسفل منا، ألا يستلزم منا الشكر؟ يستلزم ويعينك على الشكر. والمسألة الثالثة هو أن يستحضر الإنسان ويستيقن بأنه سوف يسأل يوم القيامة عن هذا النعيم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جائع فالتقى بأبي بكر وعمر فقال ما الذي أخرجكما؟ قال الجوع يا رسول الله. شوف انظروا، جاءهم شيء آخر يقلبوا فيه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عليهم رضوان الله عز وجل، ذهب عند وعد الأنصار، واحد من الأنصار، وهؤلاء الأنصار كانوا كرامة، فذبح لهم شاة. قبل يذبح قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، ويعني إنسان ما يمشي عند شي حد ماشي يبقى يقول له ذبح لي هذيك النعيجة، وإلا كانت كثرت ضعف، فقال صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، المهم ذبح لهم شاة أخرى، فأكل صلى الله عليه وسلم و الصحابة والمضيف ديالهما وارتووا حتى شبعوا. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والله لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. انظروا نحن كم أكلنا من الدجاج المشوي وكم أكلنا من اللحوم المبخرة المجمرة، أكلنا من الفواكه، كم شربنا من الأعاصير، هذه نعم كثيرة. ولكن يسأل الإنسان نفسه هل نحن فعلا من الشاكرين؟ صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تتفطر رجليه حتى تتفلح، وتقول له عائشة لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله. قال ألا أكون عبدا شكورا. ولذا قال الله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. فهذه النعمة والله تستلزم من الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أن يوم القيامة يقول الله لعبده، يأتي بعبده، الحديث في صحيح مسلم، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك من هذه الغيزة الثانية في نوم الثانية ناس. قال الله تعالى ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل فيقول هذا العبد بلى. فيقول الله تعالى أظننت أنك ملاقي؟ يقول لا. فيقول الله عز وجل له
إني أنساك كما نسيتني. إني أنساك كما نسيتني. ألم يكرمنا الله عز وجل؟ ألم يجعلنا أسيادا؟ أسودك إن جعلتك سيدا على أهلك، في عملك سيدا، بدينك عزيزا، بإيمانك. هذه كرامة، هذه عزة، هذا فضل. وأزوجك تجيب وحدك محروم، جعل لك سكينة، جعل لك مودة، رحمة، متعة مع أولادك مع أزواجك، وسخر لك الخيل والإبل، هكذا في الحديث وجاء في القرآن، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أين هي الآن الطائرات والقطارات والسيارات والدراجات؟ أليست هذه كلها نعم تستوجب منا الشكر؟ فقال له: أظننت أنك ملاقي؟ قال: لا. قال: إني أنساك اليوم كما نسيتني. فالله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نتنعم وننسى هذه النعم، فهي تستلزم منا شكرا، وشكرا يوميا وآنيا وعاجلا، وفي كل صلاة وفي كل سكنة وفي كل شيء. الله تعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. والذي لا يشكر هذا غافل، هذا لا يعرف قيمة ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، هذا يلهت وراء الدنيا ولا يصل. لأن الذي يجعل الدنيا وراءه ويسارع إلى الخير ويسارع إلى الآخرة بقدر ما هو يصل إلى الآخرة، والله تأتيه الدنيا وراءه راكعة. والذي جعل الدنيا أمامه والآخرة وراءه بقدر ما يلهث وراء الدنيا، والله لا يصلها، والله لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، بقدر ما يجري إلى الدنيا إلا وبقيت الآخرة وراءه، ابتعد عنها. وإذا ابتعد عنها قسى قلبه، وإذا قسى قلبه نسى ذكر الله ونسي شكر الله عز وجل. فهذا هيهات هيهات أن يذكره الله عز وجل يوم القيامة. سوف ينساه، سوف ينساه إلى ما شاء الله في النار، إلا إذا تغمده الله سبحانه وتعالى منها. فشكر النعم بارك الله فيكم. من أراد أن يزيد الله في رزقه وأن يبارك له في ذريته وأن يصلح أمره ويرفع قدره، عليه بهذه السنة المحمدية، السنة النبوية، وهي شكر الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الشاكرين، ولآلائه ونعمائه من الشاكرين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وامنحنا ولا تمتحن، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الخاشعين، واجعلنا من أوليائك المتقين الصالحين الذين قلت فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصل اللهم وسلم على خير الهدى ومن باع التقى محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا تنسوا من خالص دعائكم.